معكم لويزي اللطيف من مواليد مدينة صويرة والساكن سلا، وأنا جيت سعيد لأنني كان نمارس واحد الفن اللي هو جميل وراقي وقليل بزاف في العالم، اللي هو فن الأسلاك. خرجت من الدراسة وتوجهت للتكوين المهني، حصلت على مجموعة ثلاثة دبلومات، دبلوم واحد في التصوير الفوتوغرافي، ودبلوم في إلكتريسيتي باتيمون، ودبلوم في إلكتريسيتي أوتروشي أندستريال. كما كيقول المثل، من لا شيء يصنع الشيء، أي أنني كنشد واحد المادة اللي هي سلك وكن خدمها وكن نتزع لها، كتولي يعني إنسان فالرؤية ديالو أن سلك شي حاجة بسيطة أو تافهة ويقدر يلوحها ويقدر، ولكن أنك تشدها وتجعل منها واحد عمل فني وعنده قيمة. هنا فين كتبقى المسألة ديال أنك خصك أنت كإنسان أنك تدير الفن وتمارس الفن باش أنك تزيد تطور من راسك وتزيد تنقي أفكارك وترقيهم. الفن جعلني إنسان متميز، ولكن الإعاقة اللي جعلت مني إنسان مختلف دائما أقولها. لأنها علاش؟ لأنك واحد الوقت أنك تشوف راسك كنتي فاقد الأمل، فاقد يعني ما كتشوفش يعني القدام، كتشوف راسك إنسان يعني أونديكابي، يعني صافي واصلة. الفن خلاني أنني نفكر ونطمح ونور أفكاري ونطور أفكاري ونزيد نشوف القدام واللي عندي أهداف، وخلاني أنني نتعرف على ناس اللي مثقفون وفنانة. الإنسان كما تنقولو كيعطيك كلمة زوينة، كيجي كيقولك تبارك الله عليك هذا العمل زوين، راه بحد ذاته أنك راه كتخليك أنك تزيد تخدم عمل ورا عمل وتزيد تطور راسك. ومن هذا المنبر كنشكر كل الناس اللي ساهموا معايا وساندوني في المسيرة الفنية. كنطمح أنني نزيد نطور الفن بإضافة مواد جديدة اللي هي مادة الزاج والإيبوكسي والخشب، والطموح ديالي الكبير هو وصولي إلى العالم يعني إن شاء الله بمعارض حول العالم ومثل المغرب كفنان تشكيلي بواحد الفن اللي هو مختلف وجميل. غادي ندير واحد المعرض اللي معرض فيه فن الأسلاك، وحاليا أنا تنوجد ليه، وكنتمنى أن الناس والأصدقاء اللي تتحبهم أن الفن ديال سليكا أنهم يجيوا ويحضروا وكذلك يشريوا لماله. الرسالة الفنية اللي عندي أنا أن الإنسان اللي يكون في واحد وضعية صعبة، مثلا في إعاقة أو في حالة نفسية مزرية كما تنقولوا، أنه يوازن نفسه ويمشي يمارس الفن باش يخرج الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية. وأنا بدوري تبع حاليا كان عندي واحد القناة اليوتيوب اللي هي سليكا فلوغ، يلاه ترتاح على أساس أنها باش نعلم الدراري سواء الصغار أو الشباب يمارسوا هذا الفن هذا، وغيكون فيها دورات تكوينية اللي بغي يتعلم مرحبا به. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.